السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور مشاهدين قناة الريان ومستمعين على موجة 97 FM. يا هلا ومرحبا بكم في يوم جديد وساعة صباحية جديدة من برنامجكم الصباح رباح، صباح الخميس خفيف وونيس من خلال مواضيعنا الحوارية مع ضيفاتنا وأيضا فقراتنا اللي عدها لكم فريق البرنامج واللي راح أقدمها لكم، وأتمنى تستفيدون وتستمتعون منها. وخلونا الحين نشوف محتوى حلقتنا لليوم. وزارة الصحة العامة تدشن موقعاً إلكترونياً حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا. الأمراض الجلدية في فصل الشتاء وكيفية الوقاية منها. مشاهدينا ومستمعينا، كانت هذه أبرز المواضيع الصحية في حلقتنا اليوم، وأيضا ومن ضمن فقراتنا الثقافية راح تتابعون معنا المشهد الثقافي والفني في قطر، إبداع راسخ وحضور متميز. بهدف تنمية مهارات الإبداع والابتكار والقيادة لدى الفتيات، مركز قدرات يفتتح معسكر الأميرة. مشاهدينا ومستمعينا، مثل ما عودناكم في فقرتنا التفاعلية نطرح سؤال ونتعرف من خلاله على آرائكم ووجهات نظركم. سؤالنا اليوم هو كيف تتمالك أعصابك وقت الأزمات؟ طبعا هذه الفقرة والأسئلة اليومية في الصباح رباح مشاهدينا لها أهداف جميلة، وهي رسائل لمواقف في الحياة، وممكن رسالتك أو رسالتك تعلق في ذهن شخص محتاج يسمع هذا الجواب أو محتاج نصيحة منه. والحين نرحب بمشاركاتكم على سؤال اليوم، كيف تتمالك أعصابك وقت الأزمات، على صفحاتنا بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان. وطبعا مثل ما احنا حابين نسمع آراءكم على الأسئلة، أيضا نرحب باقتراحاتكم لأي مواضيع ودكم نتكلم عنها، وتقدرون تراسلونا على إيميل البرنامج صباح دوت رباح أتريان دوت تي في أو عبر هاشتاج برنامج عصرية برنامج الصباح رباح. أما الحين نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم ولعطلة نهاية الأسبوع. معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي العنود البعينين من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الله بالخير أختي العنود. صباح النور أختي العنود، كلمينا عن حالة الطقس بشكل عام، طبعا وعطلة نهاية الأسبوع خصوصا احنا في مواسم تخييم مواسم بر، ونتمنى تذكرينا ما هي التحذيرات إذا كانت توجد تحذيرات. أيوة، حالة الطقس لليوم أجواء معتدلة الحرارة نهارا مع سحب متفرقة بارد ليلا. الرياح اليوم أقلبها بتكون جنوبية شرقية جنوبية غربية، سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. تتراوح درجات الحرارة العظمى لليوم ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية، والصغرى ما بين 12 إلى 26 درجة مئوية على مختلف مناطق البلاد. أما عن عطلة الأسبوع، يوجد تحذير برياح قوية متوقعة على معظم مناطق البلاد، مما يؤدي إلى ثارة الغبار على بعض المناطق أحياناً. والجدير بالذكر أنه سيكون هناك انخفاض خفيف في درجات الحرارة بسبب تحول اتجاه الرياح إلى الشمال الغربي صباح الجمعة. بالنسبة للحالة البحرية، يوجد تحذير برياح قوية وأمواج عالية يبدأ آخر الليل يوم الخميس، من المتوقع استمراره حتى بداية الأسبوع القادم، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 قدم على الساحل، ومن 2 إلى 4 قدم يرتفع إلى 8 قدم آخر الليل داخل البحر. أما عن يوم الجمعة والسبت، يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 قدم ويرتفع إلى 5 قدم على الساحل، ومن 5 إلى 9 قدم داخل البحر. على يرجى من السادة تجنب الأنشطة البحرية خلال الفترة القادمة. مع تحياتي دلتا أرصاد جوية بالهيامة بالعنين. شكرا للعنود البعينين المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية. مشاهدينا ومستمعينا الآن،
وبعد ما تعرفنا على حالة الطقس ننتقل إلى جرايدنا الصادرة صباح اليوم مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الوطن. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يطمئن على صحة أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة خلال اتصال هاتفي. وزارة البلدية والبيئة حصدت الجائزة الفضية ضمن منافسات جائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي عن مشروع عنوان قطر الوطني عنواني. مشاركات محلية واسعة في النسخة الخامسة من مهرجان محاصيل الذي افتتحته كتارا وسط إجراءات احترازية. تدشين نيابة التجارة وشؤون المستهلك لدعم بيئة الاستثمار ورجال الأعمال والشركات. ننتقل إلى صحيفة الراية. معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يوجه بتشكيل فرق لدراسة تحديات القضايا السكانية ورفع نتائج الدراسة للمجلس متضمنة الحلول والتوصيات المقترحة. قطر الخيرية توزع السلال الغذائية للمتأثرين من كورونا استفادت منها 6 جاليات أسيوية. انتقال: معرض فني بالتعاون بين كتارا وسفارة المكسيك يفتح نافذة على ثقافات عالمية. تشكيليون يطلقون إبداعاتهم في حب قطر بمعرض فني ضمن أنشطة مركز الفنون البصرية. إلى صحيفة الشرق. بطاقة تطعيم وشهادة سفر للحاصلين على لقاح كورونا دكتور عبد اللطيف الخال، اللقاح فعال والإقبال يبشر بالخير. الهلال الأحمر يمد يد العون للمتضررين في اليمن و11 فريقاً طبياً لعلاج النازحين في محافظتي حجة وتعز. الأوقاف تطلق منصة قرآنية جديدة للتعليم عن بعد وبرنامج تعاهد لحفظ القرآن ومراجعة الحفظ يبدأ في 3 يناير ويستوعب 600 مشارك. مؤسسة الرعاية الصحية في دراسة أجرتها حديثاً 75% من المراهقين ملتزمون بالتدابير الاحترازية لكورونا. إلى صحيفة العرب. قطر ضمن 10 الدول الأولى في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 38 طالباً بالماجستير يتنافسون على جائزة التميز العلمية. جامعة حمد بن خليفة تسلط الضوء على تحديات الصحة النفسية. السفير الألماني يشارك في مبادرة وزارة البلدية لزرعة 1,000,000 شجرة. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. الفيفا يعلن جدول مباريات وملاعب بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها قطر. تحالف المراكز المالية يسلط الضوء على دور التكنولوجيا في التعافي الاقتصادي. برنامج تدريب المرشدين المهنيين يسجل أعلى نسبة مشاركة. انطلاق فعاليات مبادرة ويستلاند لتدوير النفايات. شكرا للزميلة فوزية عامر، كانت هذه أبرز عناويننا في الصحف المحلية لليوم. مشاهدينا ومستمعينا، واستكمالا لمواضيعنا الإخبارية، وبالرغم من انتشار اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 لكن يتزايد القلق عالميا من أخبار انتشار سلالة جديدة من كورونا يعتقد أنها أسرع انتشارا من السلالة السابقة. نتابع في هذا التقرير. مع تنامي الآمال بقرب السيطرة على وباء كورونا بفضل انطلاق عمليات توزيع اللقاحات ضد الفيروس، يتزايد القلق عالميا من أخبار انتشار سلالة جديدة من كورونا يعتقد أنها أسرع انتشارا من السلالة السابقة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الإصابات، وإن نصف الإصابات في الأمريكيتين،
وقالت المنظمة في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن حالات الإصابة الجديدة زادت 6%، أي ما يعادل 4.6 ملايين في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، كما زادت الوفيات الجديدة بنحو 79 ألف وفاة في الفترة نفسها. وعلى وقع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، أوصى الاتحاد الأوروبي مواطني الدول الأعضاء بتفادي السفر غير الضروري إلى بريطانيا، فيما أوصت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد برفع حظر السفر مع بريطانيا للسماح بعودة المواطنين والمقيمين البريطانيين. وفي ظل تزايد المخاوف حول فعالية اللقاحات مع السلالة الجديدة، توقعت 4 شركات على الأقل أن تكون اللقاحات التي أنتجتها فعالة ضد السلالة الجديدة للفيروس. وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بايونتيك الألمانية التي أنتجت بالشراكة مع شركة فايزر الأمريكية لقاحا نال الموافقة على الاستخدام في الولايات المتحدة وأوروبا، قال إنه يتوقع أن يظل اللقاح فعالا. وأضاف شاهين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إنه من المرجح بشدة من الناحية العلمية أن استجابة جهاز المناعة بواسطة هذا اللقاح يمكن أن تتعامل أيضا مع هذه السلالة للفيروس، مشيرا إلى أن الحصول على إجابة نهائية سيتطلب نحو 2 آخرين من أجل الدراسة وجمع البيانات. وفي هذا الإطار دشنت وزارة الصحة العامة موقعا إلكترونيا حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ودعت الراغبين بأخذ اللقاح للتسجيل عن طريق هذا الموقع. نتابع مع بعض. في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لوباء كورونا، دشنت وزارة الصحة العامة موقعاً إلكترونياً حول اللقاح المضاد للفيروس، يتضمن معلومات عن اللقاح والجهود التي بذلتها دولة قطر لتوفيره. ويأتي ذلك تزامناً مع وصول الشحنة الأولى من لقاح شركتي فايزر بايونتيك إلى قطر بعد ساعات من إجازة وزارة الصحة العامة استخدامه بشكل طارئ في البلاد. هذا وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه سيتم الاتصال مباشرة بالمرضى المؤهلين لتلقي اللقاح لتحديد الموعد المناسب، وذلك مع انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس اعتبارا من اليوم 23 ديسمبر. الجدير بالذكر أن قطر تعهدت بأن يكون اللقاح بالمجان، وأنها ستوفر خلال العام القادم ما يكفي من اللقاحات لتطعيم جميع الفئات السنية المستهدفة الموجودة على أرضها. نسأل السلامة للجميع بإذن الله ونبقى مع الصحة، ولكن معلومة اليوم التي أعدها لكم فريق البرنامج. قطر هي ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم، وتبلغ احتياطيات الغاز في قطر نحو 15% من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في العالم. من معلومة اليوم بنتعرف على أبرز ملامح الفن التشكيلي في قطر، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. يا هلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا بعد الفاصل، والآن مع الفن طبعا التشكيلي، واللي يعتبر وسيلة للتعبير عن المشاعر وله رسالة جميلة لما نعكس اللي بمخيلتنا على أرض الواقع، طبعا من خلال
ريشة وقلم ولوحة وألوان. وننتقل الحين إلى الفنانة التشكيلية منال اليافعي في فقرتنا الأسبوعية الفنية، ونشوف شو اللي بتقدمه لنا اليوم وشنه هي مشاعرها اللي بتنقلها لنا. يا هلا مرحبا بك. يا مرحبا فيك منال. كلمينا عن رسمة اليوم، هي طبعا تكملة حق الأسبوع اللي طاف. نعم، قبل نعم. اليوم الوطني كان عندنا، بدينا مع بعض شلون نرسم خلفية اللوحة، واليوم بإذن الله راح نستكملها. طبعا أنا تحت الهواء كملت جزء بسيط على أساس أعلم المشاهدين التكنيك الباقي، وتكون عندنا كذي إن شاء الله اليوم اللوحة جاهزة بشكلها النهائي. إنزين، بس أمانة أنتوا تكلمتوا عن اللوحة قبل اليوم الوطني في الصباح رباح آخر حلقة، لكن إذا بني نتكلم عن اللوحة الحين، إيش معنى اخترتي هاللوحة منال؟ هي تعبر عن البيئة القطرية مثل ما نشوف، اللي هو القناص مع أو الصقار سوري مع ولده، قاعد يعلمه أن شلون يمسك أو يمكن يوكل الصقر. فكان مشهد جميل مع الغروب وصورة تستحق النقل. يعني أنت عشان خذتيها من البيئة القطرية ومنظر الغروب مندمج فيها، هو موضوع جمالي أساسا منظر الغروب والشروق بالنسبة حق الطبيعة. بالضبط، خاصة أن الغروب دائما تكون له إضاءة مميزة وجميلة، تخلي الأشخاص يبينون بلون غامج أو بلون أسود فما يبينون، وتصير أصلا رسمة حتى سهلة علينا. زين، كثير من الصور في البيئة القطرية. صحيح، لكن ليش فضلتي أنت هالصورة؟ أنا أحب منظر الغروب وايد، فيه هدوء، في سكينة، فيه وداع يوم إن شاء الله على أساس استقبال يوم جديد اللي بعده. لكن جميل حتى التقاط الصور، لأن أحب التصوير، أحب التقاط الصور في منظر الغروب. الإنارة أو الإضاءة نفسها تكون حلوة، تدرج الألوان الموجود يكون اللي هو البرتقال، يعني سبحان الخالق نشوف أبهى خلقه في هذه اللحظة. منظر إبداعي سبحان الله. زين، كلمينا عن الأساسيات اللي أنت حضرتيها لنا. الحلقة اللي طافت احنا رسمنا الخلفية مع بعض، عدلت على الرسمة أكثر من مرة وعدلت على الخلفية على أساس تكون نفس تدرجات الألوان الموجودة في الصورة الحقيقية. بعد ذلك على أساس أن تكون سهلة علي الرسمة، قصيت الأشخاص نفسهم وحطيتهم، بس كانوا يعني على صورة أكبر، وحطيتهم وبديت بالقلم الأسود أخطط الرسمة وأخطط الحدود على أساس أنها تضبط بالشكل اللي هو يعني ننقل الصورة مثل ما هي. أيضا نفس الشيء مثل ما تشوفون هني، لازالت الرسمة محددة، والحين مع بعض إن شاء الله باللون داخلها. يعني أنت جهزتي الخلفية قبل ما تحددين وتقصين وهالأمور؟ حاولت أنه أنا أول شيء طريقة أخرى أنه أنا أجهز الأشخاص قبل الخلفية، بس كانت جدا صعبة وما أنصحكم بهالطريقة، لأنه بعدين نضطر أن احنا بنلون الزوايا وراح نختار لون واحد. عشان نختار لون واحد راح تكون وايد صعبة، لازم ندمج أكثر من لون. يعني حلو الأشخاص اللي توهم بادين في الفن التشكيلي يعني يستعملون هذه الطريقة السهلة، لكن طبعا غير عن المبدعين ما شاء الله عليهم اللي طبعاً متمكنين من هالأمور. هو أصلا من أساسيات الرسم على هالنوعية أن ترسمين أول شيء الخلفية، خلفية نعم. الصورة مهما حاولنا أن احنا نبدع وكذي، في ناس ما شاء الله وصلوا هالمجال اللي هم يرسمون أول شيء الرسمة الأساسية بعدين الخلفية، كثير يسوونها، لكن احنا لا، أنا لازلت لحد الحين في بداياتي وأحب الطرق السهلة اللي توصلني النهاية إلى الصورة المطلوبة. إنزين، ابدأي الحين وخلنا نشوف وياك كيف بتسوينها لنا. إنزين، مثل ما تكلمنا في الحلقة اللي طافت احنا نستخدم ألوان الكليريك. اليوم أنا جبت معي اللون الأسود، طبعا هم مجموعة ألوان لكن فقط اخترت اللون الأسود، وعندي اللي هو باليت التلوين. اوكي، بللناها بشوية ماي مثل ما قلت لكم الحلقة اللي طافت، لأن الماي يفسد الصورة، لكن فقط بس شوي ونبدأ نتبع يعني حدود الرسمة نفسها. منال، هل هو سهل، انت حددتي بالقلم قبل، هل هو سهل مع الريشه انك تكملين على نفس التحديد؟ اي سهل، ولا يحصل اختلاف بسيط؟ اذا كل شوي لازم بس يعني ندخل شوي الماي على اساس تكون توزيع اللون يكون سريع معانا. نعم. وصعب مو سهل، بس لازم اختار الريشه المناسبه، ممكن هاي الريشه حتى شوي اكبر، عندي ريشه اصغر لكن اللي موجوده هنا، عفوا هي فرشاه وليست ريشه، عندي هذه الفرشاه موجوده معي، ولكن على اساس ان الوقت حق البرنامج احنا بنختار هالفرشاه. انا انصح المتابعين الفرشاه الصغيره، عمليه اكثر وسهله. عمليه اكثر وعلى اساس الوقت معانا. ايه
إذا اخترنا الصغيرة ما راح نخلص لأنها جدا دقيقة. زين وإذا كانت لوحة كبيرة عادي استعمل الفرشة الكبيرة؟ أي أكيد أكبر أكبر على طول. أصلا الخلفية هذه لازم يعني تختارين فرشة كبيرة على أساس أن توزيع اللون يكون مناسب. الفرشة كل ما صغرت كل ما معناته أن احنا راح ندخل تفاصيل يعني جديدة. يعني تشوفي هني الطير اللي موجود هني أنا سويته عن طريق الفرشة الصغيرة. حلو. ما أقدر أرسمها بنفس هالفرشة. ويفضل حتى في القلم الأسود، القلم الأسود يعني بعد سنته صغيرة فنقدر أن احنا نرسمه بسهولة، يعني مو بلازم أني أستخدم دائما يعني أكون خلاص ثابتة على الفرشة واحدة. يعني اللوحة ممكن أن تكون لوحة واحدة ولها كذا فرشة. بالضبط بالضبط، بس لازم نلتزم بالفرش. أن ما راح أقول خل نروح يعني نلتزم بأرقام معينة، لأن الفنان في النهاية ترى هو مبدع، هو اللي بينقل الصورة اللي في مخيلته، هو اللي الصورة اللي يبيها هو اللي بيطبقها. بالضبط بالضبط، هي الصورة اللي يبي يطبقها، فلا يلتزم في معايير. في معايير مهمة، بس بعض المعايير يعني شوفي في فنانين يقدرون من هالفرشاة الصغيرة يرسمون لوحة كاملة تفاصيلها يعني، وفي ناس لا تفضل انها تمشي على المعايير. لكن الفنان هو مبدع، هو حتى يعني اذكر انا في المدرسة في الصف تقريبا ثاني اعدادي كانت مدرستي تشجعنا على الرسم، وكانت تقول حتى لا ترسمون الوجه بالالوان الطبيعيه، ابدعوا اطلعوا برا الرسمه. فكنا نقولها يعني شنو تقول حطوا احمر حطوا ازرق اخلطوا الالوان، لان فعلا احنا لو شفنا الفنانين ما يرسمون اللون يعني لون الوجه واحد. حتى الحين يعني انا اشوف انهم قاموا يدخلون الازرق والاخضر مع كل واحد الألوان. على مخيلته منال، كل واحد يعني الفنان مخيلت. هو بنفسه هو المبدع، هو اللي يحط الاساسيات اللي تتماشى معه مع مخيلته مع طريقته في الرسم. بالضبط. الحين تقريباً إحنا نكون كذي خلصنا. بعض الأحيان من الأخطاء الصغيرة تشوفي الحين بس الزوايا بيب الفرشاة الصغيرة اللي يظهر منها اللي تصير إنه الصبع مثلاً الصبع نوسخ شوي، لكن أقدر أتفاداها بسرعة بإني أجيب فاين مبلل وأحاول إنه يعني بدون ما أضغط وايد إني أنا أطير اللون. إذا اللون ما طار أستخدم نفس الألوان مرة ثانية فوق. زين منال بغيت اسال السؤال، انت الخلفيه طبعا واللون الاصفر اللي ورا منظر الغروب انت رسمتي من فتره لما نشف بعدين كملتي الرسمه؟ صحيح، لان اذا رسمت على الرسمه نفسها بدون ما ينشف راح يدش معاي اللون الاسود على البني، واذا دش اللون الاسود على البني راح يعطينا طبقه ثانيه يعني ما نحبها في الصوره. مثل ما تشوفون هني خلاص احنا تقريبا خلصنا الرسمه، صار عندنا هني شوي طبعا بصبعي، لكن حتى ترى نقدر ان احنا نسويها طير كأنه طير جاي من بعيد، وبعد له بعد شوي بعد زياده، بس انا خايفه من صبعي انا بعدل جناحاته اكثر ان شاء الله. لا حلوه الرسمه تجنن صراحه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. كلمه اخيره مثل ما اقول حق المتابعين دائما دائما حق المتابعين ابدعوا حاولوا، انا عشان اوصل لهاللوحه ثلاث لوح خربت فعادي. كل ما أخطأنا كل ما عرفنا وين نقاط الضعف عندنا وشلون إحنا راح نتخطاها، وبعض دورات الرسم راح تقصر علينا هالمشوار الطويل بكثير. شكرا منال اليافعي، يعطيك ألف عافية حبيبتي، تسلمي يد الصراحة على الرسمة. الله يسلمك. مشاهدينا ومستمعينا طبعا شهدت الحركة التشكيلية في قطار تطور ملحوظ وكبير عبر السنوات اللي طافت. طبعا في هالتقرير اللي بنشوفه الحين مع بعض بنتعرف على أبرز ملامح الفن التشكيلي في قطار ونتابع مع بعض. للفن التشكيلي في قطر قصة تروى تعود جذورها إلى مطلع الستينيات من القرن الماضي، بابتعاث الطلبة الموهوبين من هواة الرسم ومختلف فروع الفن التشكيلي إلى الخارج للدراسة الأكاديمية لصقل مواهبهم وتطوير تجاربهم. فكان أول طالب يبتعث هو الفنان الراحل جاسم زيني، حيث درس في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وبتخرجه في نهاية الستينيات استطاع إيقاد أول شمعة أنارت الدرب أمام بقية الموهوبين، فتبعه كثيرون ممن ابتعثوا إلى الدول العربية والأجنبية.
ومنذ ذلك الوقت يحظى الفنانون التشكيليون باهتمام ورعاية خاصة في دولة قطر، حيث بدأت تزداد المؤسسات المعنية بالفنون من مؤسسات أكاديمية ومؤسسات ثقافية واجتماعية، وذلك لإعداد جيل جديد من الفنانين التشكيليين القطريين لهم مكانتهم على الساحة المحلية والعالمية في مجال الفنون التشكيلية. ولعل أهم مؤسسات الدولة التي تهتم برعاية الفنانين التشكيليين في قطر متاحف قطر ووزارة الثقافة والرياضة والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والجمعية القطرية للفنون التشكيلية ومركز سوق واقف للفنون، فضلاً عن عدد من المؤسسات الأكاديمية والخاصة التي تتضافر جهودها جميعاً ليترسخ حضور الفن التشكيلي القطري على الساحة الفنية العالمية. وتسعى كل من هذه المؤسسات على رعاية الحركة الفنية التشكيلية في دولة قطر والارتقاء بالمستوى العلمي والفني للفنانين التشكيليين والمحافظة على إنتاجهم وتشجيعهم وتوثيق أواصر الصداقة بينهم وبين إخوانهم الفنانين في البلاد العربية والأقطار الصديقة، وعملت جاهدة لنشر الإبداع القطري داخلياً وخارجياً عبر معارض عربية وعالمية. هذا التطور الذي شهدته الحركة التشكيلية في قطر والرعاية المستمرة من قبل الدولة في مجال الفنون البصرية أسهما في تكوين الذاكرة الجمالية في المشهد الفني على مر السنين، وهو ما جعل من الفنون البصرية مرآة تعكس صورة قطر أمام العالم. الفن بمختلف أشكاله مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ والحضارة، لأنه شاهد حي على حضور الإنسان في العالم. والفن التشكيلي في قطر ما هو إلا استعراض للواقع التاريخي والحضاري للبلد وانعكاس للنهضة التي تشهدها قطر على كافة المستويات، والسعي الدائم لتطوير ونشر هذا الفن ساهم في إيصال رسالة قطر الثقافية والإنسانية للعالم. مشاهدينا ومستمعينا من فن التشكيلي، نترككم مع بعض الأحداث التاريخية والقرارات الهامة التي حدثت في مثل هذا اليوم، ونرجع لكم بعد الفاصل. حدث في مثل هذا اليوم 24 من ديسمبر كانون الأول. في مثل هذا اليوم من عام 1868 ولد عالم الرياضيات والفيلسوف ولاعب الشطرنج الألماني إيمانويل لاسكر، الذي حافظ على لقبه في بطولة العالم 27 عاما. وفي مثله من عام 1951 حصلت ليبيا على استقلالها الرسمي وتحررت من الاستعمار الإيطالي لها. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، والحين وصلنا إلى الفقرة التفاعلية وراح نستعرض مشاركاتكم على سؤال اليوم اللي يقول: كيف تتمالك أعصابك وقت الأزمات؟ خلنا نشوف المشاركة الأولى. أحاول أبتعد عن المكان الذي حدثت فيه المشكلة. هاي بعد فكرة حلوة، الصبر والدعاء والاستغفار أيضا مشاهدينا، بقراءة القرآن والتوكل على الله. طبعا 100% هذه الأشياء تهدي الأعصاب. إنزين بالهدوء، ممكن أنعزل
وأنا معصبة عشان أهدى. المشاركة اللي بعدها، والله ما أتمالك أعصابي أعطيك كم وتخلص السالفة. لا أذكر الله مو بهالدرجة صراحة. لا هاي نونو أذكر يلا يا أختي. زين أمسك نفسي بذكر الله والتفكير العميق، أكتم. أنا مو بياك تكتمين صراحة، هذه آخر مشاركة لا تكتمين. ممكن توصلين لما تعصبين، ممكن توصلين المعلومة أن أنت ضايقتي وزعلتي وكلام هادي ولبق جدا بدون ما تكتمين، لأن الصراحة العمر واحد ما نعيده عشان نعيشه مرة ثانية. الحين مع الصحة النفسية، وهاي طبعا يأثر، الزعل والكتم طبعا يأثر على الصحة النفسية طبعا إلى الصحة الجسدية. نتوقف عند هذا التقرير الذي يتحدث عن الأمراض الجلدية والشتاء، نتابع مع بعض. تكثر الأمراض الجلدية في فصل الشتاء بسبب قساوة الطقس البارد والجاف، وفيما يلي نستعرض أكثرها شيوعاً. جفاف الجلد، ويحدث بسبب نقص كميات المياه في الجسم، ويكون الجلد وقتها مشدوداً جداً وذو ملمس قاس مع الشعور بحكة مستمرة وظهور تشققات واحمرار على سطح البشرة. لذا يجب الإكثار من شرب المياه وتناول الفاكهة والخضروات التي تحتوي على الألياف، مع تجنب استخدام الماء الساخن على الجلد واستخدام الماء الفاتر. الصدفية، وهو مرض مناعي مزمن تتفاقم أعراضه في فصل الشتاء، وينصح مريض الصدفية باستخدام المرطبات الطبية وليست التجارية للتخفيف من أعراض الجفاف التي تصيب الجلد. الإكزيما، وهي نوع من أنواع الحساسية التي تزداد في الشتاء، ويرى بعض الأطباء أن الإصابة بهذا المرض تعود إلى وجود بعض الفطريات التي تتغذى على الإفرازات الدهنية بسبب عدم تعرض البشرة للشمس بشكل منتظم. مرض التينيا الجلدي، ويصيب منطقة القدم ويزداد في فصل الشتاء، ويعود ذلك بسبب أساسي إلى عدم تجفيف القدم جيدا من الماء، ما يؤدي إلى ظهور علامات بيضاء ذات رائحة كريهة بين الأصابع. مشاهدينا ومستمعينا، شفنا مع بعض أن أمراض الجلدية خلال فصل الشتاء طبعا اللي ممكن تأثر نفسيا أيضا على المصابين بكثرة هذه الأمراض. في موضوع آخر، إيمانا بأن الشباب جزء لا يتجزأ من المنظومة التطويرية لدولة قطر، تسعى المراكز الشبابية في توفير فرصة طبعا تلاقي في طموحات الشباب، وهذا لطرح أدوار فاعلة في المجتمع. وبما أننا طبعا في إجازة مدرسية خلال هذه الفترة، اخترنا التحدث عن السعي إلى تنمية مهارات الإبداع والابتكار والقيادة لدى الفتيات مع معسكر الأميرة الذي طرحه مركز قدرات للتنمية. بنتعرف على هذا المعسكر وأهدافه مع الأستاذة موزة محمد، مسؤول العلاقات العامة في مركز قدرات. يا هلا مرحبا بك اليوم معنا. يا هلا ومرحبا فيكم أختي. يعطيك العافية أول شيء أختي موزة، أعتوجت معنا اليوم. حبيبتي ما قصرتي. والله يعطيكم العافية على هذه المجموعة من البرامج الحلوة اللي عندكم أمانة تطرحونها في مركز قدرات للفتيات، وتشجعهم وتوسع مداركم وتنمي مهاراتهم. بداية خلينا نتكلم عن المركز ونشاطاته. طبعا مركز قدرات للتنمية أنا دائما أحب أعرف فيه أنه هو ثمرة قراص قرسناها في سنة 1985. طبعا كان عبارة عن مجموعة أنشطة للنساء في البيت وفي المراكز بالتعاون مع بعض المراكز، إلى أن تحولوا إلى العمل المؤسسي في 2008، وصار اسمهم من أخوات الخير في الخور والخيرة إلى مركز قدرات للتنمية. أهدافنا كثيرة، نلخصها في أن توجيه قدرات وطاقات الشباب لتنمية المجتمع القطري، وذلك بمبادئ إسلامية وهوية قطرية. إنزين، قبل ما نتكلم عن المعسكر معسكر أميرة، خلنا نتكلم عن الأنشطة بشكل عام. عندكم أنشطة كثيرة.
احنا انشطتنا كثيره ولجميع تقريبا فئات المجتمع ونخص فيها السيدات والفتيات. طبعا عندنا برنامج الاميره اللي بداناه من 2008 وهو مده البرنامج 9 سنوات. تدخل عندنا البنت يعني تقريبا من عمرها 9 سنوات الى 18 سنه. نعم. في هالمرحله هذه تمر في عده برامج تاهيليه تخليها تخوض الحياة، شلون تتصرف في الحياة الاجتماعية، في الحياة التعليمية، العملية في المستقبل. وعندنا برنامج مقعد الضحى، هاي للأمهات كبيرات السن. بعد بدأنا من بداية مسيرة المركز في 2009، وهدفنا أن احنا نوصل حق الأمهات المقعدات في المنزل، اللي خلاص يعني تعرفين الأولاد في أعمالهم، في لاهين عنهم شوي، فاحنا اعمال الدنيا صحيح طبعا. فوصلنا لهم احنا في الفتره اللي هي فتره الضحى، اللي الامهات قاعدين في البيت، سوينا لهم لقاء اسبوعي في المركز وتبادل الخبرات والحرف اليدويه والامور هذه كلها. هل نقطه كنت بيوصلها يعني خصوصا انتم سويتوا برنامج تتواصلون ويا كبيرات السن، لكن ايضا انتم اكتسبتوا منهم حاجات كثيره. بالفعل اكتسبنا منهم الربط بين الأجيال، الجيل السابق والجيل الحالي، يعني قمنا نسوي برامج مشتركة بين البنات وبين الأمهات، بالإضافة إلى أن احنا قمنا نوثق الموروث الشعبي، يعني أصدرنا كتاب سوالف مقعد الضحى من سنة تقريبا، والحين إن شاء الله قاعدين نوثق بأمور كثيرة راح نصدرها قريبا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إذا جينا نتكلم عن معسكر الأميرة، معسكر الأميرة هو أحد الأنشطة اللي تابعة لبرنامج الأميرة اللي ذكرت أهدافها، اللي هو أن احنا نخلق شخصية متكاملة في عدة جوانب، منها الجانب الشخصي، الاجتماعي، الفكري، الإيماني والبدني. فقلنا بما أنها الإجازة، وتعرفين يعني الفترة السابقة فترة كورونا شوي انقطعت الأنشطة هذه، فقلنا بنرجعها في معسكر خفيف لمدة أسبوع، بحيث أن احنا نوصل الأهداف اللي نبيها، تعزيز القيم، تقوية العلاقات بين الأم والبنت، وتعرفين الحين هالفترة تقريبا انقطعت هالأمور هذه مع الانشغال وكثرة وتوسع الثقافة، فقلنا أن احنا بنربطهم شوي في هالمعسكر هذا. هذا المعسكر طبعا هو كان سابقا معسكر كبير، طبعا الحين صار معسكر لمدة أسبوع. أيوة. شو الأشياء اللي ركزتوا عليها وخلنا نقول استقطبتوها من المعسكر الكبير رسختوها في هذا المعسكر الصغير لمدة أسبوع؟ ركزنا على بعض الأمور، بحيث أن تقريبا بتكون عندنا البنت في اليوم 5 ساعات في اليوم، فقسمنا الوقت بحيث أنه يكون في برنامج رياضي. بعد البرنامج الرياضي تأخذ لها راحة، بعدها راح يكون في جلسة حوار. نوعنا الجلسات الحوارية بين تعزيز قيمة الحجاب، خاصة أن الفئة العمرية المستهدفة في المعسكر 13 و14. نعم. فهي اللي الأمور اللي تحتاجها صحيح، حتى مرحلة البلوغ عند الفتاة. طبعا فركزنا على حبها للحجاب، أنه مش بس الحجاب فرض عليك، لا، المفروض أنت تحبينه، وفي أهداف راح نوصل لها. ركزنا على أن شلون تتحمل المسؤولية مع أمها في البيت، من خلال جلسة راح نسويها بين الأم والبنت، فبيصير بينهم نقاش أن شن هي المزايا الحلوة اللي البنت تقوم فيها في البيت، وشن هي الأشياء اللي الأم ودها تشوفها في بنتها، والعكس الأم البنت شو تشوفه في أمها، شن هي الأشياء الحلوة، شنو الشيء يخليهم مترابطين اكثر. بالفعل لما يقعدون في اجواء حواريه واجواء حلوه ويشوفون انه والله كل ام تطلع مزايا بنتها قدام الجميع وتقول انا اتمنى اشوف في بنتي هذا الشيء، فتحسين انه بيتعزز عندهم هذا الشيء. اكيد. بالاضافه الى انه بعد جلسات الحوار راح تكون استراحه الصلاه، وبعدها راح تكون في مسابقات حركيه وجلسات تفكر في بعض الأمور الدينية، منها أسماء الله الحسنى شلون نربطها بالواقع، يعني يطرحون الاسم مع قصة تعزز هذا الاسم وتوسع فهم البنت في هذا الاسم، فتتنوع الأنشطة في هذا المعسكر. شيء جميل جدا. إنزين، أنتوا حطيتوا هذا البرنامج الكبير على شكل مصغر في هذه القيم الجميلة، وخلنا نقول هالأنشطة اللي أنتوا قسمتوها في 5 ساعات في اليوم، لكن إذا جينا نتكلم الهدف من هذا الأسبوع بشكل عام. الهدف من هذا الأسبوع أول شيء أن احنا نبي نستثمر أوقات الفتيات بشيء إيجابي خلال الإجازة، ما نبي الإجازة تمر يعني مرور الكرام، بالإضافة إلى أن احنا نفس ما قلت لك نخلق الشخصية المتكاملة في الجوانب الخمسة اللي ذكرتها
ونوسع عندها آفاق الحوار والتفكير الإيجابي. إنزين، كيف يتم التواصل ويا المركز حق الفتيات اللي ممكن يبون يلتحقون حتى في الأنشطة الثانية أو يتعرفون على أنشطتكم؟ جميع وسائل التواصل الاجتماعي عندنا متوفرة، بس مجرد أنهم يكتبون مركز قدرات للتنمية في محركات البحث راح تطلع لهم جميع وسائل الاتصال. إنزين، بنطلع من أجواء المعسكر وخلنا ندش في برنامج أنا قائدة. برنامج أنا قائدة هو للفتيات اللي من عمر 10 سنوات و 11 سنة اللي هي المرحلة الأصغر من أنا من الأميرة. احنا هدفنا من هذا البرنامج ان احنا نعزز صفات القائد الناجح. تعرفين بعض الاطفال نشوف فيهم صفات القياده من صغرهم، فاحنا نبي نعزز صفات القائد الناجح، نبي نوجه علاقاتهم في الاتجاه الصحيح، نعزز عندهم القيم الاساسيه للقائد. نعم. فهذا البرنامج ان شاء الله راح نطلقه في 3 يناير من العام المقبل، وراح يكون عبر منصه زوم. إنزين، في العصر أيضا هناك برنامج مكتوب في العصر، في العصر عبر الأثير. في العصر، في العصر، في العصر عبر الأثير هو أحد برامج مقعد الضحى اللي ذكرت لك إياه عن كبار السن. طبعا تعرفين فترة جائحة كورونا انقطع التواصل وصعب علينا أن احنا نخلي الأمهات يحضرون. صحيح. وفي نفس الوقت يوم انقطع التواصل قامت تينا اتصالات من بعض الأمهات أن أنتوا كنتوا تروحون عنا وتغيرون نفسيتنا، الحين احنا قاعدين في البيت ما قاعدين نسوي شيء. فجاتنا فكرة أن احنا نحول أنشطة برنامج مقعد الضحى عبر تطبيق الواتساب، وإحنا كنا مسوين جروب للأمهات عبر الواتساب، بحيث أن لما كانوا يطلعون رحلات أو زيارات يطرشون لهم اللوكيشن ويتبدلون اللوكيشن. فحولنا هذا الجروب أنه يكون منصة لأنشطة الأمهات. فقمنا شلون؟ قمنا نحط لهم صور رمزية بحيث أن لو شفتوا هذه الصورة خلاص توقفون السوالف والمحادثات، إحنا بننزل لكم نشاطنا. فبدينا بالوقت على الوقت من بعد صلاة العصر أن إحنا ننزل لهم الصورة، بعدها تمارين خفيفة، تمارين رياضية، فيديوهات هم يطبقونها. عقب قمنا ندخل على مواضيع متنوعة، منها الأماكن التراثية في قطر، عضواتنا قاموا يروحون ويصورون الأماكن التراثية ويطرشون لهم الفيديوهات، وهم تموا يرجعون بالذاكرة أي هالمكان صار فيه هالموقف، هالمكان احنا ربينا فيه، هالمكان احنا زرناه مع العائلة الفلانية. فقاموا أن يغيرون من نفسيتهم ويتواصلون مع بعض. شيء جميل الاهتمام في كبار السن وأيضا في الأطفال والمراهقات، لكن بشكل عام أختي موزة، وسط هذا الاهتمام الكبير في هذه الفئات من مجتمعنا، هل تم ربط كبار السن مع يعني الجيل السابق مع الجيل الحالي في أنشطة؟ بالفعل عندنا احنا يعني عدة برامج، منها برنامج صبيان وبنيات. هذا البرنامج يقومون الأمهات كبيرات السن بزيارة الطلبة والطالبات في المدارس أو حتى المراكز الشبابية اللي تهتم بهذه الفئة، أن هم يقدمون لهم بعض الألعاب الشعبية، يقعدون يسولفون معهم ويتناقلون عن سنة البنت قبل، شلون كانت البنت قبل في حياتهم. في بعض الحرف اليدوية نخلي البنات يكتسبونها مثل صف الخوص والخياطة. فقمنا نسوي برامج بالفعل مشتركة. سجل الحرف اليدوية جدا بسيطة لكن جدا مهمة بالفعل أمانة، يعني خصوصا يعني الجيل السابق انزين من صغره كان متعود على هذه الامور والحرف اليدويه والاعمال المنزليه وهالامور، لكن خلينا نشوف الجيل يعني الحين خلينا نتكلم بالضبط، كل شيء جاهز مدلعينهم. اي كل شيء جاهز. انزين، لكن اهميه مشاركه الصغيرات ولا الاميرات ولا حتى الاطفال لكبار السن في هذه الاجواء الجميله اللي انت تخلقونها في مركز قدرات. احنا بالفعل احنا نبي نربط الاجيال مع بعض، كون ان احنا اصلا نفس ما تعرفين في بعض الجدات ممكن ان هم يفتقدون حق هذه الفئه في بيتهم، فتطلع المشاعر مع البنات اللي تكون معاها. صحيح، ممكن تكون يكونون احفادها حتى كبروا. صح، وفي يعني اطفال ممكن انهم ما يكونون لحقوا على جداتهم او ما قعدوا على جو الجده ووقت الحزايه العصر والطلعات. صحيح. فاحنا نربط الاجيال ونخليهم ممكن انه يستعيدون بذاكرتهم للسابق، عرفتي؟
شيء جميل وبعدين له أثر في النفس يعني. بالفعل بلفتي نظري حق هاي النقطة إنه ممكن يكون الجدة عندها أحفاد حتى ممكن كبروا ولا ما عندها أحفاد ولا الطفل يكون حتى ما لحق على جدة وجدته. هاي بنفسه يعني دعم نفسي كبير أنتوا تقدمونه. هو ربط الأجيال بالسابق ونحفظ الموروث الشعبي، لأن خاصة يعني تلاحظين إن الموروث الشعبي شوي شوي قام يندثر، بس قمنا نرد إحنا نحاول إن إحنا نحيي. نعم إنزين، وسط طبعا هذه الالتزامات والأنشطة والبرامج اللي أنتوا تقومون فيها وخصوصا خلال فترة هذه يعني اللهم لك الحمد في لقاح لكورونا وبإذن الله يعني تنتهي هذه الفترة، ولا خلينا نقول تنتهي هذه الأزمة، هل هناك برامج محضرين حق ما بعد كورونا؟ عندنا احنا خطة برامج خاصة حق 2021 ان شاء الله، لحد يعني بدينا حطينا خطتنا لحد ابريل او لحد نقول رمضان المقبل. في منها يعني مثلا الورش والدورات احنا ما انقطعت، صدق حولناها عبر منصة زوم، ولكن بإذن الله راح نردها للواقع. عندنا ملتقى رمضان السنوي اللي تقريبا السنة الجاية بيكون رقم 17. احنا تعودنا ان احنا 15 سنة سوينا ميداني، السنة الماضية حولناه يكون عن بعد، وبإذن الله السنة ربي ييسرها وان شاء الله نرجع يكون ميداني وبأنشطة وبفعاليات ان شاء الله بإذن الله. كلمة أخيرة تقدمينها حق اللي تابعونا من خلف الشاشة، حق فتياتنا، حق أطفالنا، حق أمهاتنا الكبار وأيضا أمهاتنا. كلمتي الأخيرة دائما الحياة فيها فرص كثيرة قدامنا. نعم. فإحنا إذا ما استغلينا الفرصة اللي تجينا ممكن أنها تضيع. فأوجه كلمتي حق الفتيات وحق الأمهات والأباء أن حاولوا أن أنتوا تشاركون عيالكم في هذه الفعاليات في هذه الأنشطة، كون أن هي تساهم في بناء شخصيتهم. بالإضافة إلى أن أوجه دعوة للمشاهدين أنهم يشاركون عندنا في ورشة أسلوب حياة تاريخ 28/12 إن شاء الله راح تقدمها بإذن الله الأستاذة مجد الكواري عبر منصة زوم، وهي لتحويل العادات الصحية أنها تكون أسلوب حياة عندنا المستمر إن شاء الله بإذن الله. أختي موزة محمد مسؤول علاقات عامة في مركز قدرات، يعطيك ألف عافية ويعطيكم أنتم والمركز والقائمين عليه والمشاركين فيه أيضا ألف عافية على هذه الأنشطة والبرامج اللي تدعم بناتنا وأمهاتنا، وكل الشكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة. من أختي مشاهدينا ومستمعينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، يتجدد لقانا بكم بإذن الله الأسبوع المقبل مع ساعة صباحية منوعة من برنامجكم الصباح رباح، ونشكركم على تفاعلكم معنا على السؤال اليوم. طبعا عندنا سؤال حلقة الغد اللي هو هل تتمسك بشيء يجب التخلي عنه؟ هل تتمسك بشيء يجب التخلي عنه؟ سؤال جدا حساس. نشوفكم بكرة، نشوفكم يوم الأحد بإذن الله. مع السلامة.